قلت لك يا حاج شحاته انا مش جاي افراح، يعني مش جاي افراح. اقفل، انا متعذر. اقفل بقول لك. طبعا بتتصل بي عشان خاطر احضر فرحك. فرحك عليك تربية وسخة. واطي واطي. طبعا مرتجف مرتجف ومتوتر. طب ما طالما انت مرتجف ومتوتر جيت لي وسبت فرحك. يابا ما هو انت لازم تيجي معايا الفرح، ما ينفعش. انت جيت لي وسبت فرحك. جيت لي وسبت فرحك. يابا فرح ايه بس؟ يابا فرح ايه؟ ده انا واقف في الفرح حاسس ان انا معزوم. لازم تيجي فرح ابنك. نعم ابنك. دلوقتي بقيت ابنك وفرحك. ابنك وفرحك. تقدر تقولي رضي يكون ايه على العشوائيات اللي انت بتقولها دي؟ يابا سيبك الكلام ده بقى. عشوائيات ايه وانا جاي طلب تصريح من حي؟ انا كل اللي عايزه يعني انك يا واد يا واد انا عايزك تحكم عقلك. عايزك تحكم عقلك. الفلوس اللي انا عملتها دي كلها تتفكر انا عملتها عشان خاطر ايه وعشان خاطر مين؟ عشانك انت تيجي كده بين يوم وهيصة وفجأة كده كلها تروح هباء؟ لا يا سكتر، لا. الفلوس بتاعتي عمرها ما تروح هباء 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 ابدا ابدا ولا تديها البهاء. حرمتكش من اي حاجة وحرمت نفسي من كل حاجة. كل حاجة. شرب وشرمتك، لبس ولبستك، أكل وأكلتك، جبنة رومي جبت لك، جبنة فرمانك جبت لك، جبنة المثلثات يا بشتري جبت لك. جيت في يوم قلت لك هات حتة، ما حصلش يا سكركر. ما حصلش. ما حصلش انه قلت لك هات حته ولا فتوته ولا قلت لك هات لحظه. كل الجبن اللي انا عملتها في حياتي دي عملتها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البقره؟ لا طبعا عشان خاطرك انت. جبت لك افخم واضعط واكبر عربيه في الوطن العربي كله. جبت لك عربيه جراند شيزوكي. يابا ده عربيه تركيب. تركيب ده انت مجمعها لي عندك هنا في الوكاله. الله، ده انا باجي اخد الملف بيها بس دي بتراعي من الشباك على الارض. اخرس يا ناكر جميل السيارات. ابوس ايدك عشان خاطر. تعال معايا ما تحرمنيش من لحظه زي دي والنبي. ماشي هتيجي؟ انا هاجي معاك لسببين. السبب الثالث اللي ما اعرفش العنوان. تفضل معايا، قلبي عمره ما هيصفالك. اتأخرت كده ليه؟ مش هينفع عاجل فرح من غير ابويا، ما ينفعش. بص برضه وقفته برضه في قلب المكان، يعني ابويا برضه. قلبي على ولد قطر وقلبي قطر على البحرين. ارقص، ما انت خلاص بقيت مدهن زيهم. هقول ايه؟ هقول ايه يا كركر؟ يا ملزق اعطى قلبي. الف مبروك يا ابني. عليك واطي ابن واطي. سمع هس سمع هس. انا الحناوي الحناوي ابو العريس
كركر الحناوي صاحب اكبر تاجر قطع غيار في الوطن العربي كله. انا جاي لك النهارده يا ابني عشان اتحيك في فرحك. سمعني سلام التت للفنان عمرو دياب. تحب نروح فرح تاني؟